مشاهدينا الكرام، احنا ان شاء الله اقتربنا وراح نقترب من استشهاد بضعة رسول الله السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن تكون الزهراء شفيعتنا في الآخرة. احنا عندما نذكر الزهراء عليها السلام حقيقة تعتصر قلوبنا ألما على هذه الشخصية العظيمة وهذه الشخصية المظلومة، ولكن بنفس الوقت ينتابنا شعور من الثقة والفخر بأننا نمتلك هذه الشخصية العظيمة. فهي ابنة من؟ زوجة من؟ أم من؟ كل الصفات الطاهرة اتصفت بها السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضع مني، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني. فاطمة أعز الناس علي. إذن يجب اليوم أن نسر قلب سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. وأكيد كيف نسر قلب السيدة العظيمة فاطمة الزهراء؟ نسر قلبها أكيد بالالتزام الكامل بشرائع الله سبحانه وتعالى وبتعاليم ديننا الإسلامي. عندها سوف يسر قلبها، روحي لها الفداء. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن مكانة هذه السيدة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وكذلك عند رسوله الكريم. كل هذه الأجوبة إن شاء الله تأتيكم ضمن فقرة حديثنا. لذلك مشاهدينا الكرام، راح ينضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ علي السعيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ، وأسعد الله صباحكم إن شاء الله بالخير والعافية. شكرا جزيلا لانضمامكم معنا في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. الله محيي أصلكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، اليوم ارتأينا إن شاء الله من خلال فقرة حديثنا، ولو الحديث ما يكفي لساعات وساعات، عن هذه السيدة العظيمة وعن هذه الشخصية العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. بداية نريد نعرف من جنابك الكريم ما مكانة هذه السيدة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تفضلوا. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وشكرا جزيلا لجنابكم ولقناتكم ولاتصالكم، وأيضا أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى أو بحلول أو اقتراب ذكرى شهادة هذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها على الرواية الأولى. نعم. كما تشير الروايات فعلا كما ذكرت أنه قد الساعات والوقت لا يكفي لذكر صفات وسمات هذه السيدة الجليلة، بل ربما الحديث يتعب المتحدث مهما كان متمكنا عفوا أو متكلما، خلينا نقول يمتلك كم وخزين من المعلومات أو من الدراية. حقيقة صفة من صفاتها يمكن أنه توضح الحناجر أو تنفذ المعاجم ولا نصل إلى كنه هذه المعاني، لكن كسؤال وموقر وإجابة عنه إن شاء الله بالخصوص مكانتها عند الله، الإشارات يعني من القرآن الكريم لمقام هذه السيدة الجليلة، هنالك آيات وسور طوال وقصار تشير إلى مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إذا يأتي في بالك آيات كثيرة كآية التطهير على سبيل المثال: نعم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. أو آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآيات. نعم. أو آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هي واحدة من ضمن من شملتهم هذه الآية. وآيات العلماء آية الحق على سبيل المثال تسمى بالحق، لأنه وآت ذا القربى حقه حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل ماذا أعطي ولمن، قال اعطي أو انحل فدكا لفاطمة سلام الله عليها، سميت آية الحق آت ذا القربى حقه، وإن كان هذا الحظ غصب أو سلب المهم، لكن كانت نحلة النبي لها. وغيرها من الآيات، إذا نرجل الصور بعض الصور على سبيل المثال، نعم، قلنا قصار وطوال سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم. إن شانئك هو الأبتر. كل الإشارات إلى اسمها ومقامها سلام الله، أو حتى ضمنا في بعض الآيات مقام للصديقة الطاهرة عند الله سبحانه وتعالى. يقولون أرباب التفسير نعم في سورة الدهر أو الإنسان:
يعني عادة المخلوق يتشكر من الخالق، صورة الإنسان بيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عادة المخلوق يشكر الخالق، يعني وأنتوا وكل الناس ناكل لقمة نقول الحمد لله والشكر على الصحة والعافية نقول الحمد لله. المخلوق يشكر الخالق، ما وارد عندنا الخالق يشكر المخلوق إلا فاطمة وأهل بيتها حينما قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. التفاسير تشير إلى هذه، ويقولون كرامة ضمنا إذا تسمحوا لي أيضا تفضلوا أنه كرامة اللي ما دام ذكرت سورة الإنسان. الباري ذكر في هذه السورة كل ما في الجنان من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضرا إلى آخر الآيات، يقولون إلا شيء واحد لم يذكره وهو الحور العين. وفي التفاسير اللطيفة يقولون ما قيمة الحور العين أمام هذه السيدة الجليلة ومقامها عند الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. طيب فضيلة الشيخ، تحدثت اليوم عن مكانة السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها السلام عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نعرف من أعز الناس على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي ابنته فاطمة. أريد نعرف أكثر من جنابك الكريم ما مكانت هذه السيدة العظيمة عليها السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. تفضلوا. جزاكم الله خير. لا شك ما كان عند الله عظيما وله مقام أيضا عند النبي صلى الله عليه وآله يكون ذا مقام وشأن عظيم. ممكن أنه هالسؤال انقسم إلى شقين أو جوابين، يعني الزهراء كابنة للنبي صلى الله عليه وآله، والزهراء كسيدة من سيدات النساء سلام الله عليها. يعني إذا نقول الشق الأول أو المحور الأول، الزهراء هي سلام الله عليها بضعة النبي، كان يقول صلى الله عليه وآله روحي التي بين جنبي فاطمة ريحانتي من الدنيا، معاني الأحاديث. يعني إذا نرجع حتى بالمسألة التاريخية والسيار نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله يعني كان في زمان موغل في القدم والجاهلية، مو والقرآن ذكر وإذا الموؤودة سئلت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، مو الآيات تشير إلى هذه، عفوا ما كملت الآية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت إشارة، لكنه وهي وليدة صغيرة طفلة كان يحملها على يده ويقول روحي التي بين جنبي، كان يسميها بفاكهة الجنة أو تفاحة الجنة، حتى سمع لعلي سلام الله عليه يقول كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت عبق فاطمة وريح فاطمة وطيب فاطمة، يعني إشارة إلى مقامها. بل هنالك روايات تقول إذا دخلت عليه كان يقوم من مقامه يقبل يدها يجلسها مجلسه، هذا مقام سامي وجليل. هذا الشق الأول حتى العفو عذرا للمداخلة، حتى عندما نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى نتوسل بأحب الناس إليه، نقول بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فدائما يكون يعني توسلنا عند السيدة العظيمة فاطمة الزهراء فضيلة الشيخ. أحسنت. هي تقدم أول المتقدمين، تقدم اسم فاطمة حتى في حديث الكساء وهو حديث قدسي، يقولون حينما سأل الأمين جبرائيل سلام الله عليه قال يا رب ومن تحت الكساء، جزاكم الله خير على هذه المداخلة، قال هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بدأ بمن؟ بفاطمة. قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هي يقولون قطب الرحى الذي دارت عليه علوم ومعارف هذا الكون في أسره، يعني وإذا نأخذها كسيدة من سيدات النساء بل سيدة النساء جميعا سلام الله عليها، كان صلى الله عليه وآله مقامها عند النبي يقف على بابها يشير أرباب السير كلما خرج بعد صلاة الظهرين من مسجده صلى الله عليه وآله، خصوصا الآخر آخر ستة أشهر من حياته كان يقف على باب فاطمة وعلي، يطرق الباب يقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتسمحون لمحمد بالدخول صلى الله عليه وآله. يقولون الله. تخرج مسرعة فاطمة تفتح الباب تقول أبا يا أبا، ما هي عظمة الأخلاق لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله، هي عظمة الأخلاق حتى تسأله تقول له البيت بيتك والحرة ابنتك ما وقوفك أبا، يعني ليش تدق الباب ادفع الباب وادخل، شلون احنا نقول هالشكل لآبائنا؟ قال بني هكذا أدبني ربي فأحسن تأدي، هكذا أمرني الله. إشارة إلى مقامها وعلو وسمو رفعتها سلام الله عليها، سلام الله وحديث عليه.
طويلة في حقها عند النبي طيب صلى الله عليه طيب وسلم. يعني بالبداية ذكرت هناك قول لرسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فاطمة بضع مني، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد أساءني. طيب اليوم احنا كمؤمنين وكمسلمين ونتبع شيعة محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ما هو الدور الذي نقدمه تجاه هذه الشخصية العظيمة؟ تفضلوا فضيلة الشيخ. العفو، دورنا يعني أمام الصديقة كمقام السلام الله عليها. نعم احنا دورنا اليوم يعني أنا عندما أقول أنا فاطمية، أنا أتبع فاطمة الزهراء، أنا أعشق فاطمة الزهراء، طيب ما هو الدور اليوم الذي أقدمه لكي أسر قلب سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام؟ ليس قولا لكن أريد فعلا. تفضل. بلي إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك فيكم. إذا تسمحوا لي أيضا ممكن شقة أن نقسم هذا السؤال، يعني حديث عنها يعني كسيدة من سيدات النساء كما بدأت، يعني بل معصومة من ضمن المعصومين 14 الذين أوجب الله طاعتهم ولزوم أوامرهم، وهي القائلة سلام الله عليها، تقول معنى الحديث: هل يكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بولايتنا ولا يأتمر بأوامرنا ولا ينتهي عن زواجرنا؟ حينما نقول أنا المرأة تقول أنا فاطمية، وكذلك الرجل سواحد يقول سيدة نساء العالمين، لا النساء والرجال إلا أبوها وبعلها إذا طلعناهم يعني لمقامهم السامي اللي يوازي مقام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حقيقة هي سيدة للنساء والرجال كقدوة، قدوة بمن؟ بالإيمان والتقوى وما بلغت إليه من المنزلة الرفيعة والدرجة السامية صلوات الله وسلامه عليها. يعني المعصوم أدنى أحاديث يقول: نحن حجج الله على البرايا وأمنا فاطمة حجة الله علينا. من كلامها من سيرتها يعني مرة نقدر النساء يأخذن الجذوة والفائدة كابنة للنبي صلى الله عليه وآله، كيف ذكرنا قبل قليل: يحملها يقول روحي التي بين جنبي. مرة تستفاد المرأة منها كزوجة، كيف كانت تعامل أمير المؤمنين وهي سيدة من السيدات ومقام سامي وجليل. والله أنا قرأت في رواية أمر عجيب وغريب عن مقامها، لكن يعني مثلا يقولون لما حضرتها الوفاة والمنية وحضر عندها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت هذه الكلمات المعروفة: ما عهدتني كاذبة أو خائنة، قال: حاشاك يا بنت خير النبيين وسيد المرسلين إلى آخر، من أن أوبخك أو شيء من هذا القبيل. قالت: إذن عندي وصية أريد أن أوصيك. قال: قولي يا نور عين. يقولون قبل ما توصي دمعت عيناها، بشت سلام الله عليها، فكلمة كأني أول مرة أقرأها بالسياق، كلمة قالها أمير المؤمنين، قال: ما يبكيك يا سيدتي؟ عجيب، يا سيدتي أمير المؤمنين بمقامه وعلو منزلته وسمو قدره سلام الله عليه وهو سيد الوصيين يخاطبها: يا سيدتي ما يبكيك؟ إذن من ناحية الألفة والعلقة بين الزوج والزوجة من جانب، ومرة كمقام خاص للصديقة الطاهرة سلام الله عليها، مرة أخرى يستفاد أو تستفيد المرأة من مقامها كأم، وحتى إحنا الرجال حقيقة كيف كانت تعامل أبنائها. وقبل قليل ذكرت حديث الكساء يطرق الباب الحسن أو الحسين يقول: السلام عليك يا أم. شوف جواب الأم للولد إذا كان بهذه الطريقة، أي ولد يكون، أو أي: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. الله، ما أروع هذه الكلمات لو كانت الأم كلها دروس تربوية، يعني مدرسة تربوية متكاملة. أحسنتم. أي والله. أي والله الأبهر السيدة الزهراء سلام الله عليها يعني كالبحر يعطي للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. لا يمكن، حتى أنا في محاضرة يعني إذا تسمحوا لي ولو تفضلوا، يعني لبعض الشباب المؤمنين، واحد من الشباب سألني قال لي: أستاذ أو يا شيخ، هاي المرأة الصديقة فاطمة الزهراء إيش قد عمرها؟ وهاي صارت سيدة النساء وكل هالملكات عندها وكل هال، قلت له يعني شابة يعني قتلت أو استشهدت في ريعان شبابها 18 سنة واستشهدت إذا الروايات. قال: والله يا شيخ أتصور عمرها 70 سنة 80 سنة، لما لها من حكمة عظيمة. لما تمتلكه من تراث وما تمتلكه من نعم أنعم الله سبحانه وتعالى. وهي القائلة هي تقول عندها حديث من أروع الأحاديث، لازم كل إنسان كل رجل كل مرأة يأخذ هذا الحديث اللي إذا أجبالي
معنى الحديث خاف أغلط يعني أرجو المعذرة. تقول من, من, من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. لربما هذا الحديث يكفينا أنه تكون قدوة لكل المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. يعني اليوم إذا المرأة بالتحديد إذا أرادت أن تكون زوجة مثالية أو مثالية ابنة مثالية يجب أن تتبع السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولو أكيد إحنا ما نصل ولا نستطيع أن نصل إلى هذه الشخصية العظيمة، ولكن حتى لو نقتبس ولو الشيء القليل من هذه السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن ما معنى حديثكم فضيلة الشيخ اليوم يجب أن نلتزم بما قدمته لنا هذه السيدة العظيمة من مدرسة تربوية متكاملة، كيف كانت تتعامل مع أبيها، كيف كانت تتعامل مع زوجها، كيف كانت تتعامل مع أبنائها. هذا الشيء فقط إذا عملناه اليوم إحنا راح نسر قلب سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن فضيلة الشيخ علي السعيدي حقا كنت ضيفا كريما علينا، وإحنا دائما نتعبك ونزحمك، لكن أكيد هذا الشيء يكون في ميزان حسناتكم. تقبل الله منكم صالح الأعمال، وشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. ومنكم تقبل صالح الأعمال. بالعكس أنا اللي أشكركم، ممنون منكم، شكرا جزيلا. الله يحييكم الله يحفظكم. إذن مشاهدينا الكرام بعد هذا الحديث حقيقة العظيم عن السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، يجب أن تكون لنا قدوة وأسوة، نتعلم من هذه الشخصية العظيمة كيف كانت تتعامل حتى مع أولادها. يعني اليوم اتطرق إلى مسألة جداً يعني نقول مسألة اليوم احنا نحتاجها بمجتمعنا. فضيلة الشيخ علي السعيدي، كيف كانت تتعامل فاطمة الزهراء مع أولادها؟ عندما يطرق الباب الحسنان تقول يا ولدي ويا قرة عيني ويا فلذة كبدي. هذه الكلمات اليوم يحتاجها أولادنا وبناتنا، نطبقها اليوم، نكسبهم من المحبة من الألفة. يجب أن لا نبتعد كثيرا عن أولادنا وبناتنا، يجب أن يعني مثل ما نقول نضعهم في دائرة من الحب من الأمان، حتى ما يضطرون مثلا لا سامح الله يضطرون يصادقون ناس أو أصدقاء السوء. احنا خلينا نوفر هذا الشيء في البيت، نوفر هذا الشيء أيضا في النواة الصغيرة في المجتمع وهي الأسرة.